اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ طبعا ده اول تحدي على القناه. ايوه اللي غلب بسرعه هو اللي هيكسب. شفتوا هي قالت لكم بالظبط التحدي ده اللي هتقدري تاكله هتاخده ثمنه. بس احنا هناكل كتير وهنخلص قبليهم. احنا ايه اسمنا؟ فريق ايه؟ ملكات النحل. واحنا الاسماء يلا بقى احنا هنشوف دلوقتي، هنبدا ونشوف بقى مين بقى اللي هيكسب، فريق ملكات النحل ولا الاسباح؟ اكيد طبعا الاسباح. اكيد طبعا عشان النحل هو شكرا واحنا ناكله. مين بقى يبدا؟ احنا ابدا انت بقى. ماشي اختاري يا ساره. احنا دلوقتي اخترنا اهو ورقه. وريني يا ساره. اسد هيكسب؟ ساره اختارت اسد. لا اسد ايه، استني بس 45 ثانية. هنحط الاكل وكل حاجه. لا 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 يلا عشان هناكل في الوقت ده. بصوا يا جماعه احنا دلوقتي 45 ثانيه هنشوف احنا هناكل ايه. ساره ناكل ايه؟ استنى تاكلي ايه؟ تقدري تاكلي ايه؟ احنا مش هنشغل غير لما خلاص يعني. ها شيبسي ماندي. لا بصوا يا سيلا ما تغشيش الاعداء. اسكتي يا سيلا. بصوا بقى شيبسي يلا. لا شيبسي ايه؟ هتاكلي جلاش ولا بشاميل؟ بس بسرعة في 45 ثانية لازم تخلصيها. القطعة دي ب 100 جنيه. كل معايا يا ماما. بص بقى دي قطعة ب 100 جنيه. هاكل لوحدي. القطعة دي ب 100 جنيه. ها 100 جنيه وبرده المكرونة القطعة ب 100 جنيه. فاحنا بقى هنشوف. بس انا مش هقدر اكل لوحدي، كل معايا. ما انا هاكل معاكي خلاص. احنا هناخد قطعة. يا رب تخسر. انتوا الاثنين قطعة؟ طبعا. ما يا رب تخسر. قطعتين يلا يلا. لا هنستنى ما تبدايش. انا اخسر. كل اللي هتاكلي وانا هكمل خلاص. لا انت كل معايا. ما انا هاخد معاكي. بس انت هتاخدي حته واحده. استني الدور عليك بقى يعني في الدور بتاعنا ما حدش بقى ولا يغششنا ولا يقول اي حاجه. يا ريت. ماشي. بص بقى 45 ثانية. يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله لا لا محدش
احنا لسه احنا لسه احنا لسه المره الجايه المره الجايه عشان ما تشبعيش. احنا لسه يا بنتي هنلعب. طب سيبيهم سيبيهم دلوقتي سيبيهم دلوقتي احنا مش بنلعب هما بس. انت لسه دقيقتين ما شاء الله. بصوا بقى عايزه اقول لكم يعني اللي هيكسب هيقتحم يعني. بتعمل صوت. لسه لسه في وقت. يلا يا سيلا بسرعة. عاش عاش يا جماعة. لا مش عايز هتكسره. بصوا زي كده نفسوية خالص من نفسنا جدا. يا ماما دي اللي بتشجعيه. عادي عادي خليها كده روحنا حلوة. فاضل 35 ثانية. شفتوا؟ شفتوا الروح؟ عاش يا اسماء. عاش عاش يا سيلا بسرعة. لا مش عايز. ممكن اسمها عادي تدخل معاك على فكرة. طب ادخلي لسه 11 ثانية خلصت دي. ايوه ايه برافو. 6 ثواني بسرعة بسرعة بسرعة. عايزه اقول لكم بجد بجد برافو. احنا الاثنين يعني برافو. هلم دول مفاجئين. بصوا بقى اسماء كلت بكام؟ ب 200 جنيه برضو وخدت شيبسي كمان 210. 210 لا تاكلي كل من ده. ما انا اكلنا اكلنا والله. 210 ما لحقتوش تنجزوا. لا بس انا خلصت على فكره. انا كملت بعديكي. ماشي عادي اختاري. يلا يا سارة تختاري انا ولا اختار انت؟ اختار بسم الله. يا رب تطلع لك. يا رب. استني استني المرة الجاية. يا ربي 90 ثانية. لا انا بقى اختار ايه؟ لا مش هتختاري تاني. استني ماما تختار سبسي. استنى استنى سبسي. هاخد واحدة بشاميل. هتاكلي ايه؟ سبسي. سبسي ماشي. بس حاجة تاني غير. انا هاخد بشاميل. يلا استني ما احط برغم ان ماشي مش عايزه بشاميل. اقعدي سبع ثانية اقعدي ثانية. طب جيبي ايه حاجة صغيرة. رقك وحش. خلصت النص بتاع اللي كان هنا. يلا نبدا. استنى استنى خلصت النص بتاع اللي كان هنا. استني بس استنى 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 يا جرى. استنى ما هو مشكلة ما هي دي مش هتخلص. انا كنت بقول يا بقي اعمل ايه يعني. امال انا عملت ايه؟ بصوا بقى يلا بسم الله. استنى لسه ما بدأتش. استنى استني يلا. لا لا كلي بالراحة. واحد اثنين ثلاثة يلا بسرعة يلا اعمل بسرعة. تخلصي ده بقى الشيبسي؟ بنجر برضه ممكن تاكلي بنجر. لا مش كله كده مره واحده. مش كده واحده واحده. انتي الشيبسي كام قد ايه؟ لسه 59 58. ديدي بتشجعكم عادي برضه بتاكل معاهم. 49 48. ما يهمناش برضه ان احنا نتسلى. سلوا يا ولاد سلوا. ماما 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 كل يا ماما بدل ما تشجعيهم كل ماما 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 لسه لا كلتها كلتها لسه 18. ممكن تاكلوا حاجه تاني. لا الطبق لسه ما خلص. بص احنا كنا مخلصين طبقنا. خمس ثواني اربع ثواني لسه في مكرونه. هي صار ثانيه دي خلاص.
انت كده اكلتي 100 والشيبسي يعني كام؟ 105. لا 120 عشان هي اكلت اكتر من شيبسيات. ايوه كانت اكتر من ماشي اسمعي انت كده اكتر منك. يلا يا زيدي زيدي اختاري زيدي اختاري حاجه كبيره. 23. يلا اختاري. لا استني الشجر. زيدي بقى وريني. الله يا جنة عشرة. أنا فرحانة أوي بالشيبسي. كلي معايا 90 ثانية. استني لسه ما بدأناش. في إيه؟ استني بسرعة ما تاكليش تاني بقى. استني ما ندخل تحت عشان ما تشبعيش. بس ماشي هو جاهز ها؟ ممكن ناخد جلاش؟ أنا عايز آكل جلاش ب 100 جنيه ها؟ جلاش ب 100 جنيه. هات شاتي أطلع لك. عايزه واحده ثانيه؟ اه ارجوكوا ارجوكوا اكسبوه اكسبوا ارجوكوا اكسبوا. يلا ابدأي. ابدا اه استني استني يا سيلا اهي بس يا سيرام ابدا خالص. يلا جو. لسه تقدر تنسي ثانيه. يلا يا سيلا عاش. شايفين الروح عشان تشكره بس. اي ده ما يصير ده فعلا مش بيصير. يلا بيصير 4 ثانيه. كل جنان لازم طبعا قاعده لازم ثانيه نفسي صح يا سكو. قول ده لازم كده شفتي ما سمعتيش. قول ده لازم نفضل 24 ثانيه. يلا بقى يا فريحه. يلا يا فريحه روح روح روح. يلا يا فريحه 12 ثانيه. لا لا مخلصين طبعا. 5 ثواني. بروح 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 بروح. ايه ايه 300 جنيه 300. انا اكلت شيبسي. يلا يا ست بص بقى 300 جنيه يا جماعه. وكلت شيبسي. اه 300 جنيه هتعمل حسابها مع بعض. بس يا سارة استني عماله تاكلي من غير تحدي. اقول لكم بقى ايه دلوقتي كانوا هما قطعتين ثلاث قطع جلاش وشيبسي 300 جنيه. 300 وكام بقى؟ 300 وكان في 210. لا 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 المفروض الشيبسي كام؟ 320. 320 جنيه. تمام؟ يلا بقى يلا بينا. بس انتوا حطيتوا ورقه تاني ولا لا؟ بسم الله تلاقيش. بسم الله. لا بجد حرام. 35 ثانية يا جدعان. الموبايل بعد اذنك الموبايل. طيب بص بقى انا هعمل حاجة جميلة قوي. لا لا استني استني ما نبدأ ما نبدأ. تشربي عصير؟ تشربي عصير؟ ممكن مية برضه. حاضر ثانية ما يجي دورك. بصوا يا جماعة عشان تعرفي بس دي هي اللي اختارت لنا ال 90 دقيقة وسيلة اختارت لنا الدقيقتين. شفتي؟ 90 دقيقة يعني مش عارفة ايه ده. الحمد لله. مش عايزة اصيل. لا استني المرة الجاية. استني ما نبدا. كلت شيبسي يعني استني. طب هما العصير بكام؟ 45 10 جنيه. 10 جنيه؟ اه خمسة سوري العصير 5 جنيه. ايه ده بتهزري؟ يلا استني استنى ماما لسه متعديه. استنى يا جماعه عايزه تقولي ب 5 جنيه. طب بره 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 ماشي بدأتوا؟ يلا عارفه اعمل ايه؟ لا حاسه ان انا ممكن ما اقدرش. طب استني هسيبي دي اكل انا وانت دي. لا انا وانت ناكل دي نكلها عشان ب 100 جنيه نكسبهم. عشان نكسبهم. طب ناكل مكرونه بشاميل واحده بس انا وانت. هعمل ايه يا جماعه؟ عصير 90. لا بجد 90 كتير. لا خلينا في عصير المرة دي. يلا نبدأ 1 2 3 15 جنيه وهنقول دول ب 10.
يعني 25 جنيه. عايزه عصير؟ روحي هجيب لك عصير حالا. يلا يلا يا زينب تعالي نسحب ورق. يلا يلا اسحبي ورقه، روحي اسحبي ورقه عشان هجيب لك عصير. استني استني. هو احنا كسبنا احنا كمان. شرحنا الاشباح. احنا ايه يا سيلة؟ اشباح. لا كسبنا احنا كمان. ايوه كسبنا ده طول عدد الاكل ده. لا بجد لو طلعت دقيقتين كده كتير بقى. 120 ثانية دي هي. 120 ثانية. تاكلي ايه؟ تاكلي ايه؟ عصير. عصير استني. وانت هتشربي عصير؟ طب هجيب كوباية عصير. اتنين عصير بقى. عصير وسبسي. عصير وسبسي ها؟ ماشي. بجد الموضوع كبير يا جدعان. الموضوع كبير قوي. هتخسري يا ساره. جبت لها بقى لا نكسب. طيب انت يا دي عايزه عصير؟ مش هتقدر. انت في عصير تاني على فكره ممكن نحط يعني. اتفضلي يا سيل اوعي يديلي على الموبايل. اتفضلي يا فريحه. يا كسبانين. شايفين؟ احنا كسبنا. ولو كسبنا ايه؟ هيبقى. لا لا اسكتي. واحد اثنين ثلاثة. استني استني لسه دي. هي انت عمالة تاكلي فلحة بس تاكلي مش في دورنا. يلا. واحد اثنين يلا. دقيقتين. دقيقتين. يلا بسرعة. يلا بسرعة انت مالك. خلاص. تكسرينا. دقيقتين عادي جدا. تكسرينا. بالراحة يا فريحة بالراحة. بالراحة يا ديدي. بصي العصير دول كلهم بقى. ماشي سيبيهم في الدور بتاعتي. لا بس انت تجري معايا. خلصي بس. هاتي بقى شوفي بس. هاتي بسرعة. دقيقة و22 ثانية. بصوا هي كانت ايه؟ كانت شيبسي اهو ولسه مكرونة. لا 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 واحدة ب 100 جنيه ماشي وايه تاني بقى؟ اتنين عصير بكام؟ 10 جنيه 10 جنيه وهما 3 كيلو شيبسي 20 جنيه يعني 25 كام كده؟ انتوا 3 كيلو كده وصلنا ايه؟ كده وصلنا لكام؟ خلاص كده المفروض يعني المفروض يعني انا المفروض مره كمان ويبقى كده خلاص يبقى احنا كده وقفنا يعني اربع مرات انا اربع مرات اربع ماشي وفي الاخر نكسب بقى يا جماعه يلا بقى عشان احنا الوقت بتاعنا احنا اخر حاجه بس بقى اسكتوا اخر حاجه فين الورقه بسم الله احنا كسبنا يا جماعه هو كله بقى واحد يا رب يطلع يا رب يطلع اثنين بجد دقيقتين لا استني معايا واحد كان معايا فيها معايا تفاح كده تفاحة؟ بسم الله لا لا آه. لا 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 تاكلي بيبسي؟ تاكلي تاكلي ايه؟ احنا كسبنا. انت تاكلي شيبسي؟ عايزه تاكلي مكرونه؟ انا هشرب بيبسي يا جماعه في ال 15 ثانيه دي بجد حرام. يا جماعه ديدي عايزه تاكل مكرونه فلازم تاكل مكرونه كل يا ديدي حبيبتي. بس خلاص بقى يعني هم خلصوا يا طبعا. المفروض احنا كسبنا خلاص. يلا واحد اثنين ثلاثه. مخلصين معاكي؟ مخلصه. هخلص الدبل شيشه من هنا. فترة دي على
قد ايه بقى؟ كوبايه. كوبايه واحده؟ بصوا بقى احنا كده خلاص خلصنا التحدي. والاسباح. ايه الاسباح؟ الاسباح ولا كسبين؟ ياه ده احنا غلبانين قوي. 355. يس انا هاخد 50. 355. انا اللي هاخد 50. استنى. المفروض بقى اللي يكسب يعني اللي يكسب احنا ندفع لهم الفلوس. ناخد فلوس كتير. 210 هتعملي ليه؟ 210 و 320 و 100 يبقى كده كام؟ كام؟ 600 وحاجة؟ 600 ايه ثانية؟ 630 اه 630 40 50 655 55؟ أنا باكل ماما. يا جدعان بجد 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 ماما الموضوع كبير. عشان تعرفي ان الاسباح مش سهلين برضو. مش سهلين. 655 وانا 355 يعني انا هدفع لها 655. ماما بس خليني انا معاهم بقى في المره الثانيه عشان تعرفوا بس ان احنا ايه فلوس يا سارة. لا خليني معاكم في المره الثانيه. طب هات فلوس ماما. استنى. نو دي فلوسنا احنا كسبناها بتعبنا. جنيه اهم. طب الباقي بقى فلوس. عايزه اقول لكم ان انا خليت اسيل وساره تبعد عشان نعرف بقى نحسب الدنيا بقى. احنا قلنا انا 355 خلاص بقى وهي 655 هي واسيل وفريحه. بصوا اسباح 2 3 4 5 6 700 جنيه اهم بالتبس. معلش معلش بالتبس. اتفضلي. شكرا شكرا. عشان تعرفوا بقى ساعدنا بيهم والله يا جماعه. يلا يلا نرفع كاس النصر. يلا يا مش عارفه اقول لك ايه والله. قولي لي بقى لو التحدي ده عجبكم نعمل تحدي تاني ولا ايه؟ يلا مستنيين بقى تعليقاتكم كتير كتير في الكومنت. يلا واستنونا في فيديوهات جايه كتير.